السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناة عبد واجد يوتيوب لحول طغز. إذا متابعينا الكرام، رمضان إن شاء الله مبارك للجميع، ربي يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام إن شاء الله. نقدم لكم متابعينا الكرام هذه النشرية الجوية الخاصة لأحوال طقس الجزائر ليوم الاثنين 11 من شهر ماي 2020. إذن البداية بالفترة الصباحية، حيث ستكون الأجواء صافية مشمسة على كل المناطق الغربية والمناطق الوسطى، بالإضافة إلى المناطق الداخلية بإذن الله تعالى. غيوم كثيفة ستميز السواحل الشرقية والمناطق الداخلية الشرقية إلى غاية مناطق الأوراس شمال الصحراء والواحات والمناطق الجنوبية الشرقية. أجواء تقريبا صافية مشمسة على منطقة الصاورة المناطق الجنوبية الغربية إلى غاية أقصى الجنوب إن شاء الله. في الفترة المسائية متابعينا الكرام، حيث نتوقع لأجواء صافية مشمسة مستقرة على كل المناطق الغربية الوسطى والشرقية، منها السواحل بالإضافة إلى مناطق الأوراس وشمال الصحراء والواحات ومنطقة الصورة والمناطق الجنوبية الغربية. المناطق الجنوبية الشرقية ناحية ولاية ورقلة ولاية إليزي وتمرات ستميزها سحب كثيفة ستعطي بعض الأمطار الخفيفة إن شاء الله. نمر معكم متابعينا الكرام إلى درجات الحرارة ليوم الاثنين 11 من شهر ماي 2020. سنسجل متابعينا الكرام درجات حرارة ما بين 22 إلى 24 درجة على كل المناطق الشمالية للجزائر، المناطق الغربية الوسطى والشرقية ومنها السواحل، منطقة الصورة إلى غاية شمال الصحراء والواحات ما بين 27 إلى 33 درجة، والمناطق الصحراوية درجة حرارة تقارب 42 درجة خاصة على ولاية ورقلة وحاسي مسعود، ولاية درار ما بين 38 إلى 40 درجة، ولاية تندوف 31 درجة، ولاية تمرست 34 درجة إلى 37 درجة، وأيضا تقريبا مناطق ولاية ليزي ومرتفعات جانات ومرتفعات لوكار والتصيري سنسجل ما بين 26 إلى 36 درجة بإذن الله تعالى. الرياح متابعينا الكرام ستكون في الموعد على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية والغربية بإذن الله تعالى، والمناطق الجنوبية الغربية إن شاء الله، خاصة في الفترة المسائية إلى الليل متابعينا الكرام. للملاحة والصيد البحري، البحر سيكون هادي على شواطئ ولايات عينتي والشنت وتلمسان ومضطرب على كل الشواطئ الغربية، وأيضا قليل الاضطراب على السواحل الوسطى، وأيضا سيكون مضطرب في الفترة الصباحية ليوم اثنين على الشواطئ الشرقية، وهادئ وجميل في الفترة المسائية إلى الليل ليوم الاثنين إن شاء الله. إذن كل الخير نتمنى للجميع، صحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.